أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذا البث المباشر لمواكبة الحدث التربوي الذي تعيشه اليوم الجزائر وكل ولايات الوطن. الدخول المدرسي 2023-2024 في ظل المستجدات الجديدة لهذا الموسم الدراسي التي قامت بها وزارة التربية الوطنية بتضافر جهود أخرى، كما تم التحضير لهذه المستجدات ولهذا الدخول وهذا الموعد الهام منذ أشهر، وتم التحضير لبرنامج جديد في مادة اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي، وسوف يتم تنصيبها أيضا في السنة الخامسة من السنة المقبلة، ومستجدات أخرى بطبيعة الحال سوف أناقشها ونفصل فيها مع السيد مسعود بوديبة. أهلا بك سيدي، صباح الخير. صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية لو نتحدث يعني في ظل المستجدات التي يعيشها قطاع التربية الوطنية ودخول المدرسي 2023-2024، ربما توقعاتكم سيدي لهذا الدخول المدرسي. نعم. صباح الخير. صباح الخير. بطبيعة الحال نحن اليوم مع موعد عودة أبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، عودة الأساتذة إلى قاعات التدريس، ونتمنىها تكون عودة موفقة ويكون منطلق لسنة دراسية إن شاء الله نأملها أن تكون ناجحة. نعم. بطبيعة الحال هذه السنة تقريبا حوالي 11 مليون تلميذ، حوالي مليون موظف في قطاع التربية الوطنية. نعم. إذن هي اهتمام المجتمع الجزائري كله، هي واجهة الدخول الاجتماعي، ولذلك فالاهتمام بهذا الحدث هو أكثر من ضرورة. نحن من جهتنا كنقابة إسلاك التدريس لقطاع التربية الوطنية، ومن كل سنة وفي كل سنة ونحن نعرف بأن هذا اليوم هو يوم الأستاذ والتلميذ، اليوم لقاء الأستاذ والتلميذ. نعم. ولذلك فتوجيهاتنا دائما تتوجه نحو ضرورة استغلال هذا اليوم لإعطاء طاقة جديدة وقوة ومنطلق جديد بالنسبة لأبنائنا التلاميذ، لأن مسار السنة الدراسية لمدة 9 أشهر هو مسار مش سهل حقيقة. ولذلك فطريقة التعامل معه وطريقة الاستعداد إليه هي مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الأستاذ داخل القسم بدرجة أكبر. نعم، كما اليوم أشار وزير التربية عبد الحكيم بالعابد أنه تم استلام العديد من المرافق والمؤسسات التربوية، كما أشار لها وزير الداخلية بالأمس أنه تم تسليم عديد المؤسسات التربوية. لو نتكلم عن هذه الخطوة، ستقلل ربما من الضغط والضغط على التلاميذ وعلى الأساتذة داخل الأقسام بحد سواء. طبعا هناك استلام لمؤسسات تربوية. نعم. لأن يفترض أنه وكل سنة يكون مخطط واستشراف لاستقبال أبنائنا التلاميذ كل مرحلة معينة، خصوصا في مرحلة التعليم الابتدائي ثم المتوسط والثانوي. يبقى أن مشكلة المنشآت والمرافق هي مشكلة مطروحة. نعم. والنقائص في هذا المجال هي دائما ما نعاني من مشكلة الاكتظاظ. نعم. وظاهرة الاكتظاظ هي ظاهرة للأسف الشديد هي عوض أننا نعيشها من سنة إلى سنة أخرى بالنقصان، رانا نعيشها بالتزايد. نعم. ولما نعيش هذه الظاهرة إذن نعرف بأنه هناك نقص في هذا المجال، لكن يبقى كلما نستلم مؤسسات هذا مكسب بالنسبة لقطاع التربية. نعم. الوطنية. القانون التوجيهي للتربية الوطنية من أهدافه الأساسية هو الوصول إلى أقسام بـ20 تلميذ في القسم.
لأن المقاربات الجديدة تتطلب أن عدد التلاميذ في القسم لازم يكون محدود. محدود. ولازمش يتجاوز على أقصى تقدير 25 تلميذ. لأننا عندما نتكلم على المرافقة ونتكلم على تقييم المكتسبات ونتكلم على المعالجة، هذه الأمور تتطلب أن عدد التلاميذ لازم يكون محدود في القسم، والأستاذ مش يقدر يقوم بهذه المهمة يتحكمنا. على أحسن ما يرام، ويقدر يعالج الإشكالات المطروحة والمشاكل اللي يعيشها التلميذ، ما يقدرش يعالجها في قسم فيه 50 تلميذ أو 45 أو 40 تلميذ. ولذلك فالمقاربات البيداغوجية المطلوبة والتي نريد أن نعتمدها أو ضروري أننا نعتمدها تتطلب بالمقابل أن عدد التلاميذ في القسم لازم يكون مثل ما هو مخطط في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. إذن ضروري على السلطات العليا، على الحكومة الجزائرية، أنها تبني دراسات مبنية على تخطيط جيد، على قراءة للواقع تكون حقيقية وتكون دقيقة، وبالتالي لما المنشآت تنجز لأجل تحقيق هذه الأهداف وهذه الغايات. نعم. في سياق آخر، اليوم الحديث عن الأساتذة، توظيف الأساتذة خاصة في جانب اللغة الإنجليزية، تم توظيف 4144 أستاذ في قطاع أو في مستوى وطور الابتدائي في اللغة الإنجليزية، على غرار أساتذة التربية البدنية والرياضية، توظيف الآلاف من الأساتذة. أنتم كأمين أو سيد نعم والمنسق الوطني لنقابة كنابس، كيف استقبلتم ربما هذه الخطوة من وزارة التربية أيضا؟ ولن بطبيعة الحال عندما تخذ قرار نعم. إدراج اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، آليا يجب أن يكون هناك مخطط لتوظيف الأساتذة لتأطير هذه المادة. ولذلك فإدراجها في مرحلة التعليم الابتدائي، وأنتم تعلموا بأنه عندنا أكثر من 20,000 مدرسة ابتدائية، بمعنى أن عدد الأساتذة يجب أن يكون بالعدد أو بالحجم المطلوب لتأطير هذه المادة في جميع المؤسسات التربوية. هذا من جهة. من جهة ثانية، في السنة الماضية تم إدراجها في السنة الثالثة ابتدائي، وآليا راح توسع إلى السنة الرابعة ابتدائي، وفي السنة المقبلة السنة الخامسة توسع إلى السنة الخامسة ابتدائي. وضروري أننا من الآن أننا نحضر أنفسنا لتأطير هذه المادة بنفس بمستوى الحجم الساعي المطلوب في المستويات الثلاث. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن نتكلم عن التوظيف، نتكلم على إدراج مادة اللغة الإنجليزية، نتكلم على إدراج مادة التربية الرياضية، لكن يبقى أننا يجب أن نعلم أو يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بأن تلميذ المدرسة الابتدائية أو تدريس تلميذ المدرسة الابتدائية يتطلب تكوين خاص بالنسبة للأساتذة، لأن الطفل في هذه السن التعامل معه ليس الطفل في التعليم في مرحلة التعليم المتوسط أو في مرحلة التعليم الثانوي. إذن ضروري يكون هناك تكوين في المجال البيداغوجي والمجال التربوي، علم النفس التربوي، علم تربية الطفل. لازم تكون عندنا تصورات في هذا المجال. والتربية البدنية والرياضية هي مجال مهم بالنسبة لهذا الطفل، وبالتالي فنحن نرى بأن إدراج أو توظيف أساتذة التربية البدنية معناها هو يخدم سياسة تفعيل النشاطات الوصفية، لأننا نحن في على مستوى نقابة كنابس من نطالب بتوسيع دائرة النشاطات الوصفية وتقليل عدد المواد اللي راهم يدرسوها التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي. إذن بقدر ما نوسع دائرة النشاطات الوصفية، بقدر ما نفسح المجال لأن الطفل يكون عنده استواء مجالات، مجالات للعب البيداغوجي، مجالات للقيام بنشاطات وتطبيقات بيداغوجية تساعد على نموه الذهني بهدوء، وتساعد على نموه الفيزيائي بهدوء، وتساعد على نموه الفكري والعلمي بهدوء. اليوم إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي مكسب تربوي جديد
قطاع التربية و... نعم. هو الآن هو واقع الآن. نعم. هو الآن يفرض نفسه وهذا لقي ترحاب عند غالبية المجتمع. إذن إنجاح هذا الأمر، نحن الآن أدرجت اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم. نعم. ما نساوش بلي كاين عندنا عديد المواد يدرسها الطفل. الطفل يدرس تقريبا 12 مادة أو 13 مادة في مرحلة التعليم الابتدائي. هل هذا الأمر يخدم الطفل؟ الطفل نعم. ولذلك فتعليم اللغات هو مهم جدا، لكن يجب أن يندرج ضمن منظومة. نحن قلنا هذه المنظومة لازم تكون مبنية بحيث أن الطفل ما لازمش نرهقه ونتعلمه، نرهقه ذهنيا وفكريا وجسديا، ومن بعد في النهاية نلقاو روحنا خسرنا كل شيء، لأن الطفل لما يدرس اللغة. وهو أيضا رأي بعض الأساتذة أنهم يقولوا أنه راح يولد ضغط كبير على الطفل أنه يدرس 13 مادة، يعني أمر بالنسبة للطفل في هذاك العمر. أنا حبيت نقول بأن الغاية ليس أنني أدرج وانتهى. نعم. يجب أن أدرج في إطار منظومة. هذه المنظومة تحقق الأهداف، لأننا نحن من بين الأهداف المسطرة في مرحلة التعليم الابتدائي. نعم. هو أن الطفل يعرف يقرأ، يعرف يكتب. نعم. يعرف يعبر، يعرف يحسب، الأساسيات يعني يعرف يحاور. إذن هي قواعد أساسية. هذه القواعد الأساسية الآن قيموا الفسلة، هل أمتلكها التلميذ في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي؟ هل 5 سنوات كافية أن التلميذ نحقق بها هذه الأهداف؟ وبالتالي عندما نعجز لتحقيق هذه الأهداف، إذن ماذا نريد من التلميذ الآن لينتقل إلى مرحلة التعليم المتوسط؟ في مرحلة التعليم المتوسط إذا التلميذ ما يمتلكش هذه القواعد الأساسية، معناها راني عقدت له المشكلة، راني راح ندخله في دوامة، هذه الدوامة راح تصعب عليه مهمة التعامل مع المواد العلمية والمواد اللي يدرسها في مرحلة التعليم المتوسط. إذن لذلك نحن في منظورنا البيداغوجي وفي دراستنا البيداغوجية على مستوى نقابة كنباس نصر على تقييم حقيقي وتشخيص حقيقي. اليوم يتم اتخاذ إجراءات تقييم المكتسبات، هل الأمر يسهل المهمة مثل ما طبعاً تقول؟ طبعاً تقييم المكتسبات اللي نحن حضرنا الندوة الوطنية لتقييم المكتسبات على مستوى اللي انضمتها وزارة التربية الوطنية في نهاية السنة الدراسية، وكانت هناك ندوات محلية وجهوية، وكانت عندنا فرص باش قدمنا الرؤية تاعنا في هذا المجال. وقلنا بأن تقييم المكتسبات أو هو عبارة عن حلقة التقييم، يعني تقييم امتحان تقييم المكتسبات. هذا التقييم قلنا امتحان اللي درجته وزارة التربية الوطنية في سنة الخامسة في نهاية السنة الدراسية. قلنا هذا أولا ما هو إلا حلقة من سلسلة من الحلقات اللي تشكل منظومة تقييم المكتسبات، لأن تقييم المكتسبات ما يكونش في نهاية 5 سنوات. نعم. تقييم المكتسبات هو يندرج ضمن منظومة عدة محطات تقييمية، وتقييم المكتسبات يندرج كذلك في مرحلة يعني كيف نرافق التلميذ وكيف نعالج التلميذ. إذن تقييم المكتسبات يبدأ من السنة الأولى ابتدائي، ثم السنة الثانية وهكذا. إذن ما لازمش نربطه فقط في نهاية السنة، لأنه في النهاية معناها خلاص سترطار، معناها إذا كان نروحوا نقيمه وما عالجناش المشاكل اللي يعيشها الطفل في المرحلة. إذن نقيمه في السنة الأولى، نعرفوا ما هي المواد اللي يضعف فيها، اللي ما قدرش يستوعبها بالكامل، نسبة الاستيعاب ما هي، ونوضع مخطط للمعالجة في السنة الثانية. إذن نحن نعالج المشاكل خلال المرحلة، ما لازمش نصدرها إلى المرحلة الثانية. نعم. ونطلب أستاذ التعليم المتوسط نقول له عالج مشاكل تاع 5 سنوات. نعم. هذا غير ممكن، ما يقدرش يكون، لأن نحن التلميذ لما يروح للمرحلة التعليم المتوسط ما نقدروش نقيم مكتسبات لمرحلة كاملة. نقدروا نديروا تقييم تشخيصي. نعم. تقييم تشخيصي نقدروا نحددوا مستوى التلميذ باش نقدروا نديروا ممكن مخطط لمعالجة. ولذلك نحن بهذه الصورة قدمنا رؤيتنا، وقلنا بأن تقييم المكتسبات لازم يكون من مستوى إلى مستوى، من طور إلى طور، ومن مرحلة إلى مرحلة.
نعم السيد مسعود بوديبة الوزير وزير التربية تكلم عن إصدار قانون الأساسي بصيغة خاصة وسيكون يعني من المنتظر قبل الإفراج عنه قبل نهاية هذه السنة بتعليمات أيضا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ربما توقعاتكم لهذا القانون الأساسي وهو المنتظر يعني نعم طبعا هو الملف هو ملف أساسي بالنسبة لمستخدمي قطاع التربية الوطنية وكما تعلمون بأن القانون الأساسي الخاص هو اللي يحدد يعني المسار المهني نعم بالنسبة للموظف وعلى هذا الأساس نجد الجميع يولي أهمية لهذا الملف ونحن من تصورنا يعني في تصورنا وفي مقترحاتنا اللي قدمناها لوزارة التربية الوطنية وهو أولا طالبنا وزارة التربية الوطنية أنها تلتزم بالعهود تاعها اللي قدمها وزير التربية الوطنية بتاريخ 25 أكتوبر 2021 والمتمثلة في تسليم النقابات نسخة ورقية عن المشروع للإطراء والمناقشة من أجل أننا نروح إلى مشروع موحد إلى الحكومة متفق عليه يعني. متفق عليه نعم. إذن للأسف الشديد هذا الالتزام لم يتم والتعهد تم الإخلال به وإلى اليوم لم نتحصل على هذه الوثيقة ولا نعلم ما هي ربما في الأيام القادمة إلى اليوم لم نستلم هذه الوثيقة هذا المشروع بمعنى أننا نحن لا نعرف ما هي التغييرات وما هي التعديلات وماذا قدم للجنة الحكومية على مستوى الحكومة هذا من جهة من جهة ثانية نحن طالبنا وزارة التربية الوطنية وقلنا بأنه قبل أن نتجه إلى تعديل القانون الأساسي الخاص يجب أن نعمل على إدراج تعديلات على مستوى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى مستوى الشبكة الاستدلالية للأجور حتى نتجه بوضوح إلى إصدار قانون خاص جديد بتعديلات مبنية على مراجع قانونية وما لازمش ندخل في دوامة وندخل في يعني ندخل أنفسنا في مشاكل جديدة التي لا تخدم قطاع التربية الوطنية القانون الأساسي الخاص يجب أن يؤسس الاستقرار لعشرين سنة ما لازمش هو يكون منبع تأجيج ويكون هو مصدر التأجيج إذا نحن رسالتنا أولا يجب أن يكون يعني للاستقرار يكون ليخدم الاستقرار ويخدم المدرسة ويخدم الأستاذ السيد رئيس الجمهورية في مختلف التصريحات يتكلم عن القانون الأساسي الخاص للأستاذ نعم حقيقة ونحن نعلم بأن ولذلك هذا المصطلح اللي هو مصطلح لم يقل هكذا وهو أكيد قيل بدراسة وبدقة وبالتالي من المفروض أولا على مستوى قطاع التربية الوطنية نناقش هذا الأمر باش ما لازمش نتناقض مع بيانات مجلس الوزراء أو تصريحات رئيس الجمهورية عندما نصدر قانون أساسي خاص بالأستاذ هذا أمر مهم جدا وبالتالي ما لازمش نروح نديره كعنوان هو قانون أساسي خاص للأستاذ لكن في الحقيقة هو مضمون يعني لكن المضمون هو مضمون قانون أساسي خاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية ويهدف إلى أنه يحقق أهداف أخرى غير الأهداف المسترعة ربما ما هما أبرز مطالب الأساتذة ضمن هذا القانون القانون الأساسي أولا بداية نحن هناك مكاسب موجودة في القانون الأساسي الخاص اللي هو 12240 المعدل المتمم للقانون الأساسي الخاص الصادر ب يعني في 2008-08-315 كاين مكاسب الأستاذ أولا يطالب بالحفاظ عليه مكاسب ما لازمش لأن كاين نضال هذه إخلال بعض النضال والقانون الأساسي الخاص هذا خضع إلى تصحيحات وجملة من الاختلالات خصوصا في الأحكام الانتقالية تم معالجتها في 2015-2016 إلى غاية 2021 ونحن نعالج في الأخطاء إذن اليوم بمسألة التعديلات شيء آخر مسألة التعديلات إذا أردنا أن نقدم أشياء إضافية للأستاذ ما نقدرش نعدلها بصورة فوقية وبصورة فردية معناها جي الإدارة هي التي تريد أن تقدم هذه التعديلات نعم. يجب أن نتعاون يجب أن نوضح الأمور والأستاذ يكون على دراية بهذه التغييرات والتعديلات لهذه التغييرات ما لازمش تمثل المكتسبات يجب أن تدعم المكاسب اللي تحصل عليها لكن إذا تمثل المكتسبات بصيغة أو بأخرى إذا كان مسؤول لأن السلطة البيداغوجية هي المستهدفة الآن الأستاذ هو محور أساس على مستوى المؤسسة التربوية الجميع يعرف بأن اليوم كاين دخول مدرسي يجب أن نعرف باللي غدا
اللي راح يحمل أثقال المشاكل الموجودة في المؤسسة هو الأستاذ، هو اللي راح يكون مع التلميذ، هو اللي راح يعيش المرافقة ويعيش المعالجة، وهو اللي راح يعيش الضغط على التلميذ والنقائص على التلميذ وكيف وتصحيح العمليات البيداغوجية. إذا كان مسينا الأستاذ في مكانته المهنية، في مكانته، إذا نظن بأن هذا معناها ما راح نخدمه في الأهداف المسطرة واللي يتكلم عليها مجلس الوزراء الأخير، قانون أساسي خاص بالأستاذ. نعم. ونظن أنتم قرأتوا بيانات مجلس الوزراء منذ 2 ماي 2021 ونحن نقرأ كلمة قانون أساسي خاص بالأستاذ. نعم. إذا ما برزناش مكانة الأستاذ، إذا ما برزناش مكانة السلطة البيداغوجية، نحن لا نقول بأن السلطة البيداغوجية تكون على حساب السلطة الإدارية، لا. نعم. نحن نقول بأن العدالة لازم تكون والتساوي لازم تكون، عندنا الترقية مثلا بالتوازي والتساوي، هذه الفلسفة اللي جينا بها من خلال القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ما لازمش نمسوها وما لازمش تكون هي الغاية في التعديل. ونحن عندنا شكوك بأن الغاية في التعديل هو المساس بهذا الأمر، وهو يعني أن السلطة الإدارية نجعلها فوق السلطة البيداغوجية، وهذا نرفضه تماما. ولذلك نحن ندعو السلطات العليا بأننا يجب أن نكون في مستوى العبارة قانون أساسي خاص للأستاذ اللي صدرت من مجلس الوزراء، ولازم تكون هي التي تطبع مختلف التغييرات وتعزز مكاسب الأستاذ. تعزز مكاسب الأستاذ. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مسعود بوديبة المنسق الوطني لنقابة الكنافس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوصيات. إذن مشاهدينا، الفترة النقاشية والإخبارية متواصلة والمتابعة والتغطية مستمرة بعد لحظات مع الزميلة سلمى شيراني بعد هذا الفاصل.